نجيو مثلا نديرو مظاهرات كبيرة كبيرة ضد فرنسا الاستعمارية من أجل الرأي الدولي pour l'opinion internationale. Là, si Ahmed Bouakaz, après, il va commenter, c'est qui l'opinion internationale? C'est qui? Burkina Faso? Le Bangladesh? L'Inde? La Corée? لي دو ها كيما حبيتو نورو سود ها ما يهمش سي كي لوبينيون انترناسيونال جابون سي كي لوبينيون انترناسيونال على بالكم شكون لوبينيون انترناسيونال هي اصلا الدول الاستعماريه فرنسا على راس اوروبا والانجليز وامريكا هذه هي لوبينيون انترناسيونال دونك دير اسي شيخ مظاهرات باش تفتح فرنسا امام الراي العام الدولي وفات الراي العام الدولي هو في حد ذاته استعماري سكو فو زابلي لوبينيون انترناسيونال هما بعد سي دي كولون تو سامبلومون هذه هي سي دي كولون دونك كي تشكي بفرنسا الناس اصلا زي فرنسا واش مسني يا مسيو شيخ هذا واش حاب نقول لك انا على هذه الناس نتاعنا نسمعوا معارضين وكتبنا للامم المتحده ولا دروا ظلامو شوفوا نجيبها لكم من الاخر النظام اللي حاكم الجزائر يهز الجزائريين هكذا ويحطهم في ساحه ويتيري عليهم بالرصاص ويدفن ربهم سير بلاس يشوفي يبيع منطقه نفوذ روسيا حد ما قال لحد طحان ما يقدر يهضر او يبيع منطقه نفوذ الامريكا ولا فرنسا بون انا قاعد نشوف في واحد دوكا كارا لي فريد تكتب بزاف بالعربيه دوك نقرا واش كتبت جو بونس كو جيست سوبريمي حاولت ان تضم كثير من المعارضين الى ما تدعو اليه اليس كذلك هي تجمع اذا لم انس جنيف جنيف انا قلت جنيف كما تسميهم معارضين سمعت تقول الأخ زيطوت الأخ طابو وبعدما رفضوا الحضور والفكرة ضرت عليهن لماذا أباك ديجا عليهم ماشي عليهن باسكو ماشي نسا ضرت عليهن دارت عليهن دونك درجة ماشي عربية انت تكتب بحروف عربية وتكتب بلغة الحمير دوكا ما نقدركش وما نجاوبكش كارالي فريد انت الدب والدواب ما عندهمش بلاصه هنا انا قلت لكم البغال en parlant de l'ONU UBS وي احمد يا اخي il y a eu plusieurs manifestations des retours sur Genève Ousgué ou Hado qui et monsieur Tabou il a écrit ah, voilà plus monsieur Tabou parce qu'il on le voit plus peut-être qu'avec ce nom il va revenir mais ça en est où toutes leurs plaintes احمد Nous avons dit que ces plaintes ne servaient à rien. Nous l'avons dit, redit et re-redit. Comment les plaintes avaient-elles moi je dépose. Une question qui se pose. Le siège de l'ONU, il est où? À New York. Il est à New York. Oui, oui. À New York. Oui. Ça. Le plus gros cotisant des Nations Unies, Shkun. Les États-Unis. الماريكان ايه خلاص تريس طيب سي دي سي سي لوني دي سي كيك شوز دو كونترير او الامريكان ايل لو ديجا في اي بلوك لور كوتيزاسيون احمد النهار ترامب ا مناسي دو بلوكي لي سوبونسيون ا لونو ايه لونو ا في سكون ابل لو شيان دو شاس
افيك لا كيو اونتر لي فاس. يعني نهار ترامب قال راح نغلق الدعم المالي لمنظمه الامم المتحده، منظمه الامم المتحده ولات كل كلب هذاك الجرو هذاك دك تدفارها في زكها. براف باش نقول لكم من امور الكتب هذه لونو لونسكو لويا كاع كذب. انا مانيش عسكري ومانيش مدني، انا تقنقراطي باسكو بلادي في ازمه. ما نقدر اسمع لي عسكري ماكش عسكري، العسكري هذا سي تو فو ميليتير هذا كومبيتون ولا قرا ولا سي ان الجيريا بيان سير هو استعمار جريان صحيح. وخوه الاخر اسمعني، وخوه الاخر اللي قرا في الجامعه وخرج مهندس سي ان اوتر الجيريان والله صح. ما عنديش فرق بيناتهم داير. انا لكن تبعت لي لايف تاعي واحد الوقت قلت لهم ايفو كري اون باسريل بين لي كادر فورمي بار لارمي باش يخدموا في السيفيل والله. غير سمعتها كنت تبعت لي لايف بصح انا تبعت لي لايف من وقت افافي ربي يعيشك. اكسلون اكسلون كريتيك كريتيك صح. انا شوف باسكو جو سونج او طون كون بيرسون كي جو مي كونسيدير با كوم ايتون ان انتيليكتوال دو هو نيفو مي قريت في الجامعه في البلاد كلشي راني نقري درك في اليوكاي بصح نسيت كيفاش توجور تكون عندي اون بونسي يعني كريتيك مي كي سوا كيما نقولوا او بينيفيس دو لالجيري. يعني مهما كان ما نيزور وهذه لوبسيون تاع دي جون باسكو الاكاديمي بون لي ميليتار كان دي جون كي سون تري كومبيتون توتافي ولا سمينا دي جون كي اون اون سارتان مونتاليتي ميليتار بور جيري لو بيي فير تكون عندهم مونتاليتي ميليتار مي سي دي جون كي سون كومبيتون كي سون كيما نقولوا تعود عندهم هذيك الاويرنس يعني على بالهم واش كاين برا على بالهم واش كاين الداخل على بالهم واش هو الدواء تاع الجيري باسكو هما على بالهم هما اللي حاكمين البلاد صحيح حبس كيما راك حنا من صحاب انه لي جوج يحكموها كيف اسمح لي انا من دعاه دوله القانون لي جوج يحكموها باسكو على واش نقول لك هكا الياس باسكو لو مان اي تيلمون اون في الجزائر اون فوي با باردون درت لا لونغ فرونسيس تالمون لو مال تسمى دخل في العروق تاع الجزائر وشرب منهم سي كو لازمنا ان تريبونال تاع واحد 12 ولا 14 ولا 15 جوج اللي يحكموا الجزائر برافو يعاودوا يرجعوها ليطا اكسيلون الله الله يحفظ هذاك الفم الله يحفظ الكرش اللي جابتك. اون ا بوزوان دان ايطا دو دروا كي فا ريتابلير لوردر دون سو بيي لوردر دون سو بيي باسكو انا بكري شوف الياس نعطيك اون انيكدوت نتفرج لي فيلم وستار نتاع بكري مع الوالد تشوفهم دي فيولونس كنا صغار حنا نديش نقوم وكذا وانا نسقسيك الوالد قلت له علاه يديروا له هكذا قال لي هذه داروا دوله القانون قال لي هكا بداوا داروا دوله القانون قال لي سرق يعلقوا بون سمحوا لنا الناس اللي راهم يسمعوا فينا على فيولونس ومنا حنا ما نحبوش الفيولونس واش هو باش داروا دوله القانون جاو دي جون pour instaurer l'état l'ordre ou l'éducation. Un spécialiste de l'éducation, je me considère comme étant un modeste spécialiste de l'éducation. Le cas de social crash, j'ai fait un officiel impossible à nous couvrir. Parce que la justice, j'ai de corriger mes fautes, ou l'éducation, on a l'air que j'ai l'air à la justice. Sauf, smahli,